ليس هذا أحد الأسواق الشعبية في سوريا أو العراق، كانوا يتمنون لو كانت كذلك. أفرغت أسابيع انتظارهم فتح الحدود ما تبقى في جيوبهم، فما كان أمامهم سوى البحث عما يبقيهم صامدين لمدة أطول. نحن وقت جينا ظل معنا 500 يورو على أساس الدخل لجوا، بتكلف على الشخص 50 يورو، أنا معي 9، قلنا بيضل معنا 50 يورو بنوصل ألمانيا يعني. بركنا ونصرنا نشتري وناكل على حسابنا. غياب كثير من الخدمات التي اعتادوا عليها والطعام الذي لم يعتادوا عليه جعلهم يفكرون في جلب ما استطاعوا من ذكريات تركوها وراءهم عندما ركبوا موجة اللجوء. أكل المنظمات أو المخيمات دائما بيكون نوعية واحدة ما بيتغير، هذا بحبوا يكون طبخ إيدهم يعني، مواد بقالية أو سمانة أو بقالية، ملح، سكر، سردين، مرتديلا مثلا. ملامح البلدة التي يقطنونها اليوم تغيرت، أهلها يشتكون غياب الهدوء الذي فقدته معظم جنبات البلدة، لكن الضيوف يقولون إنهم مضطرون لما هم عليه، وإنهم سيتركون كل شيء خلفهم مرة أخرى فور فتح الحدود. نحن جايين الحلق بيفتح لنا الحدود، بنترك البندورة والخيار، إذا أنا مشتري ب 100 يورو بتركهم وبضل ماشي. يقول اللاجئون إن هذه الضيعة مجرد محطة في طريقهم لا مستقرهم، كما يعتقد أهل إيدوميني أو قوات الأمن التي تضايقهم بين الفينة والأخرى. حتى وقت قريب كانت إيدوميني بلدة يونانية، لكنها اليوم كما يسميها الوافدون الجدد ضيعة عربية صاخبة قد تستعيد هدوءها عندما تفتح الحدود المقدونية. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، بلدة إيدوميني الحدودية، اليونان.